بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. الآن إن شاء الله تعالى سنقف بكل أدب وجد إزاء بعض آيات من آخر سورة مريم عليه السلام، مع العلم أن اسم الجلالة الرحمن لوكليمون تقريب هي الوحيدة اللي استأثرت بكثرة عدد ذكر مولانا باسم الرحمن، لا رحمن اليمامة ولا الرحمن مطلقا، الرحمن للأمة الإسلامية وحدها من أولها لأخرها، والرحيم بالنسبة لكل شيء. يكون في علمكم اللي ربي قال وما فرطنا في الكتاب من شيء، وكيف يفرط في معناه ذكر اسمائه الحسنى. والسيدة مريم عليها السلام أم سيدنا عيسى عليه السلام خدات بفضل الله تعالى سورة كاملة باسمها، ويقولوا بعد يقولوا الإسلام والقرآن ما يلقي نظرة احترام للنساء، هذا باطل ويكذبه القرآن من أوله إلى آخره. نعود إن شاء الله.